عقلي ما عم يستوعب زمرد وما قدرت نام طول الليل. نحن دفننا للرجال، شلون قدر يطلع؟ بعدين كيف فتح الصندوق وقدر انه يطلع من القبر؟ اخ انا قلت لك بهية، اكيد فاطمة بتعرف شي، انا شفته بعيوني. لا تكون معقولة فاطمة عملتها وهي اللي طلعته؟ خلينا نروح. لوين؟ لازم نروح لعند فاطمة، ما رح ارتاح لحتى اشوف كاظم بعيوني. ماشي رح جهز حالي. شازيمنت انت ليش تأخرتي؟ حلمي ما قدر يستناكي. راح عمتي امسكي شوي، تركينا من زوجي حلمي هلا. طلعي شوفي شو لقيت، شوف يا كاظم اغا شو جبت من شانك. بنتي شو هذا بقى؟ ايه هذا كرسي متحرك، لقيته عند الحاوية وجبته. وليش جبتيه على البيت؟ يعني نحن شو رح نساوي فيه؟ هالكرسي المتحرك رح يكون سيارة لكاظم آغا يا عمتي، ومن اليوم ورايح فينا نطلعه من البيت بسهولة. ولك شازيمنت انتي جنيتي يعني؟ كيف بدنا نطلعه من البيت؟ بلكي حدا من الناس عرفه، أو بلكي حدا من القصر شافه. راسك فاضي وما عندك عقل بالمرة. روحي رجعي من محل ما جبتيه، روحي. استغفر الله، شو هالبنت هي؟ الولاد بأمانتك اسماعيل، دير بالك عليهم لبين ما ارجع، وخاصة انتبه على بيلين، خبر بهار تتصل فيك إذا احتاجت لأي شيء. تحت أمرك سيدي، كل يوم رح امرق لعندهم. وانت امتى رح ترجع؟ ما بعرف. مرحبا هنيك كتير، بدي جيب زهرة واجي. ما حدا رح يبعدنا عن بعض يا روحي، ما عاد اتركك، ما عاد اسمح انه نفتري. انا رح ضل جنبك كل العمر ابني حبيب. شازيمنت انا رايحه لعند جولسوم، هي عزمتني على القهوه. لك انتي لسه ما رجعتي الكرسي؟ هالكرسي لساته جديد، بعدين اطلعي مريح كتير، فينا نقعد عليه كمان. يلا عمتي قعدي بعمل لك فتله بالحاره. انتي لساتك عم تلعي؟ اصحك لما ارجع لهون لاقي الكرسي بهذا البيت. بعرف اكيد انت متحمس كتير وحابب تطلع لبرا، صار لك زمان هون محبوس وما عم تشوف الشمس، وعمتي ما سمحت لي طلعك. بس على فكرة هي معها حق، انت بتضل كاظم آغا الكبير. ايه وكل الناس اول ما يشوفوا شواربك الكبار فورا بيعرفوك من مسافة بعيدة، يعني لو ما عندك شوارب كانت القصة سهلة. لقيت الحل، انا رح اخدك على الكرسي وطلعك لبرا واخدك مشوار. ايه رح نطفو بسرعة.